اول حاجه يا جماعه بنعملها النهارده ان احنا بنشكر الناس اللي علقت لنا واشتركت لنا في القناه وبننفذ التحدي اللي هم كتبوه في التعليقات. وانتوا لو عايزين نعمل تحدي جديد اكتبوه في التعليقات تحت. السلام عليكم، بديت فلوج جديد النهارده. طبعا هنعمل تحدي عن ضربات الجزاء زي ما مكتوب في التعليقات، واحنا كل فتره طبعا بناخد تحدي من اللي انتوا كاتبينه لنا في التعليقات. والنهارده هيبقى معانا فتحي. معانا كمان في التحدي يوسف. ثلاثة. يلا نبدا التحدي دلوقتي. ودلوقتي يا اخواننا اللي ابدا التحدي واقف جون هم يشوطوا عليا ونشوف اللي هيحصل دلوقتي. فكره التحدي طبعا في كل واحد هيشوط على 5 كور ضربات جزاء، واللي هيخسر اللي هيصد اكتر هو الكسبان، واللي مش هيصد كتير هو الخسران، وهيتعمل في عقاب وهيتدهن. ابدا. استنى 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 سال. يلا Mom.
الجزاء ولازم هنعاقب احمد عقاب اسود زي هنموته يا جدعان خلي معايا اصحابي هندع فقاله المانجا لا لا كانت كده عشان ايه قلت له ان دي جامده ساعه ساعه متلاجين سيب الشوكولاته يا ابني دي ب 2 جنيه هات انا سيبها لك كلها دي هتبقى جامده المانجا دي بنعذبه عامل شبه الحمار هو انا ممكن الحس هو ده قاعد شويه من ده زي ما انت شايفيك حد قال لك اشهر لازم ظبطك حد قال لك اشهر لازم نرغيك كله لازم لازم يا دولا لازم فياولا انت اخر مرة حطيت بتاعنا جاي هيعملك انا مرة ده بس ايوان سلطة ايوه هات هات كله خد ام 2 جنيه ام وبعدين هتدخلني الفرن ام 2 جنيه استنى لما ارغلك شعر الكاميرا هو الجو ساقع ولا انا اللي حد ادقها بقى استنى اشوفها هو الجو ساقع ولا انا اللي حلو بقى لا ده حلو انا ما كنتش عارفه افتح كل كل اوعى انا اتكلم دي الامي لا فتح عينه جبنا برامج دي يا ودلوقتي هنسيبه شويه عشان نعمل له جاكوزي في الشمس سيبه شويه عم ندخله الفرن عشان يستوي استنى يعني بقى وهو قاعد كده اخواني كده ولا انا اللي عامل تعالى معايا فتح تعالى معايا فتح اه تعالى معايا بقى لا سيبها عشان انا هناك فيها شوكولاته اه وده فتح بقى فيك يا بطل السمك عشان اعرف افك فكيت انا لزعت بس بقى فكيت يلا سيبه بقى بيجي انت كنت نايم على ده بقى انت مستنضف تنام على كده ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ايه شعورك لما ينزل بايبورك؟
ضهروا بعض الشوكولاتة. تعالى بقى تعالى كده. اقدر. وانتوا مش مشتركين. عشان خاطر. القناة لازم تشتركوا وتفعلوا الجرس وتدعمونا بلايك. ودلوقتي خلصنا فيديو ضربات الجزاء والعقاب حصل فيها من الواد زي ما انتوا شايفين اهو اقفل اهو اقفل ايوه. ولو عايزين يحصل تحدي تاني وجديد اكتبوه في التعليقات. التعليقات قلنا النفس اللي انتوا بتقولوا عليه يا جماعه. ولازم باذن الله الفلوج الجاي يبقى احسن من كده كمان. وانا ممكن افتح والعقاب هيبقى شكله كده. اوعى تفتح. شوفوا الفلوج الجاي. سلام.